نواصل عمليه شرحنا لمضمون الميثاق السعودي لاخلاقيه مهنه التعليم ونذكر باننا شرحنا الماده الاولى المتعلقه بتعريف المصطلحات والماده الثانيه المتعلقه باهداف الميثاق ونمر الان الى شرح مضمون الماده الثالثه والماده الرابعه في هذا الفيديو الماده الثالثه لخصنا او اختزلنا مضمونها في النقاط التاليه في ثلاث نقاط النقطه طبعا عنوان هذه الماده بشكل عام هو التعليم رساله يعني وهذا حول شرف هذه المهنة أو حول نبل هذه المهنة أو حول الغلاف أو الثوب الأخلاقي الذي تلبسه هذه المهنة باستمرار عبر التاريخ طيب ماذا تعني التعليم رسالة؟ تعني ثلاث عناصر أولا التعليم رسالة تستمد لماذا رسالة؟ لأنها تستمد أخلاقيتها من هدي شريعتنا ومبادى حضارتنا وتجب على القائمين بها أداء حق الانتماء إليها لهذا السبب التعليم رسالة، أو هذا المعنى. المعنى الثاني للتعليم رسالة لأن المعلم هو صاحب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن بأهميتها ويؤدي حقها بمهنية عالية. المعنى الثالث أو السبب الثالث لماذا التعليم رسالة؟ لأن المعلم يعتز بمهنته وبتصوره المستمر وتصوره المستمر لرسالته واعتزازه بمهنته يدعوانه إلى الحرص على نقاء السيرة وطهارة السريرة حفاظا على شرف مهنة التعليم. نص المادة الثالثة يقول بالحرف: رسالة التعليم التعليم رسالة آه تستمد أخلاقيتها من هدي شريعتنا ومبادئ حضارتنا وتوجب على القائمين بها أداء حق الإنتماء إليها إخلاصا في العمل وصدقا مع النفس والناس وعطاء مستمرا لنشر العلم وفضائله. التفريع الثاني من المادة الثالثة يقول بالنص المعلم صاحب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن بأهميتها ويؤدي حقها بمهنية عالية. التفريع الثالث اعتزاز المعلم بمهنته وإدراكه المستمر لرسالته يدعوانه إلى الحرص على نقاء السيرة وطهارة نقاء السيرة وطهارة السيرة حفاظا على شرف مهنة التعليم. إذا واضح أن المادة الثالثة تتعلق بمعنى الرسالة في التعليم. وهو ما ينبغي أن يحافظ المعلم عليه وأن يستشعره وأن يعي به وأن يستمر في ممارسته لكي تبقى دائما تلك الصورة الشريفة الاجتماعية للتعليم في نظر الجميع في نظر المعلم أولا في نظر الطالب ثانيا في نظر أفراد المجتمع ومؤسسته ثالثا المادة الرابعة ندخل في واو العطف او واو الوصل التي كنا اشرنا اليها الماده الرابعه تتعلق بالمعلم وادائه المهني يعني كيف يكون او كيف ينبغي ان يكون اداء المعلم المهني لخصنا مضمون هذه الماده واختزلناها تيسيرا على طلابنا الاعزاء لتمثلها وتذكرها في خمس في الخمس نقاط التاليه اولا النقطة الأولى يدرك المعلم أهمية النمو المهني بالنسبة له ثانيا يدرك المعلم أهمية الاستقامة وحسن المظهر والصدق والأمانة ثالثا المعلم مثال للمسلم المعتز بدينه المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا يغرس المعلم قيم المواطنة والاعتدال والتسامح خامسا المعلم يدرك أن الرقيب عليه بعد الله سبحانه وتعالى ضمير يقظ وحس ناق هذا في اداء المعلم المهني نص الماده الرابعه اسمحوا لي بقراءته كاملا في التفريع الاول يقول بن الحرف المعلم مثال للمسلم المعتز بدينه المتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع اقواله وسطيا في تعاملاته واحكامه التفريع الثاني من الماده الرابعه يقول بالنص المعلم يدرك ان النمو المهني واجب اساسي والثقافه الذاتيه المستمره منهج في حياته يطور نفسه وينمي معارفه منتفعا بكل جديد في مجال تخصصه وفنون التدريس ومهاراته. التفريع الثالث من الماده الرابعه يقول بالحرف يدرك المعلم أن الاستقامة والصدق والأمانة والحلم والحزمة والانضباط والتسامح وحسن المظهر وبشاشة الوجه سمات رئيسية في تكوين شخصيته التفريع الرابع من المادة الرابعة يقول بالنص المعلم يدرك أن الرقيب الحقيقي على سلوكه بعد الله سبحانه وتعالى هو ضمير يقظ وحس ناقد، وأن الرقابة الخارجية مهما تنوعت أساليبها لا ترقى إلى الرقابة الذاتية. لذلك يسعى المعلم بكل وسيلة متاحة إلى بث هذه الروح بين طلابه ومجتمعه، ويضرب المثل والقدوة في التمسك بها. التفريع الخامس من المادة الرابعة يقول بالنص يسهم المعلم في ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الطلاب وغرس أهمية مبدأ الاعتدال والتسامح والتعايش بعيدا عن الغلو والتطرف إذا كما لاحظنا المادة الرابعة المادة الثالثة تعلقت برسالة التعليم المادة الرابعه تعلقت بالمعلم وادائه المهني لكن بماذا ستتعلق المدى الخامسه والمدة السادسه ذلك ما سنراه في الفيديو القادم